والله دعوه مني الى عامه الشيعه والسنه. زين يا اخي اقرا القران، ايش مع القران قاعد لوحدك اقرا كتاب، اللي يصعب عليك فهمه اسال، اسال ما في مشكله. زين او خذ كتاب تفسيرك، لكن ترى بشكل عام واضح القران. القران واضح الحين، الحين اللي قراناه من سوره الاحزاب. زين واضح يعني يحتاج شرح هذا يعني انا افتح اي مكان عرفت شلون من القران الكريم، لكن يعني الاحزاب على اساس انه يعني مثال الان وضح يعني عفوا لما يقرا الله تبارك يذكر الله عفوا يا ايها الذين اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ما تعملون اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمن وزلزل واضح واضح كلام واضح سهل. زين واذ غدوت من اهلك المؤمن من قاعده القتال والله سميع عليم واضح القران الكريم. قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله. قصه يوسف عليه الصلاه والسلام قصه الانبياء بشكل عام قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما من الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين بشكل عام. طيب ان الله اصطفى ادم ونوحا وعلى ابراهيم وعلى عمران ما في ال محمد ها على العالمين اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطن. واضح والله العظيم القران واضح قسما بالله القران واضح يعني ما يحتاج التفسير هذا الباطني الخبيث والعبث بكتاب الله تبارك وتعالى. القرآن واضح بين سهل لكل أحد مبذول اقرأ كلام الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر ميسر لكل من أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى ويتعرف عليه ويقرب منه. عندما تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد عندما تقرأ سأل سائل بعذاب واقع الكافر ليس له دافع وقفوهم إنهم مسؤول ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون أمور واضحة والله جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. فتفسير هذا الباطني